ناصر محمد، كابتن عبد الناصر محمد اتفضل. مدير فريق انبي. كابتن عبد الناصر برحب بيك. يا كابتن اسلام يا صديقي العزيز، اخبارك ايه؟ وتحياتي للكابتن شادي المحترم. كابتن عبد الناصر ازاي حضرتك كابتن؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ كويس الحمد لله كله تمام. كنت يعني شفت لحضرتك تصريحات، كنت متضايق طبعا من قرار اللي صدر من لجنه مسابقات ضد الكابتن حلمي طولان بعد مباراه الزمالك. الحقيقه الكابتن حلمي ما كانش يعني ما اساءش في اي شيء، قله لا تنتمي الى جماهير نادي الزمالك المحترمه، تنمرت بالكابتن حلمي وقالت الفاظ ما يجب ان هي تذكر في الوقت الحالي. وكانت النتيجه ان الكابتن حلمي التفت ليهم وده في الفيديو واضح جدا، وقال لهم انا عارفكم بالاسم، احنا كلنا كنا جنبه، انا عارفكم بالاسم ومفيش داعي لكده، وهقدر اجيبكم بعد كده. وبعد كده بس الملعب وخلاص، واستمروا هم في هتافاتهم لفتره طويله. لا يمكن تكون في دي يتخذ عليها عقوبه مباراتين وفي نفس الوقت غرامه 20,000 جنيه بغض النظر عن العقوبه الماليه، لا دي في محلها ولا دي في محلها، ده اي حال من الاحوال مستحيل ان ده يكون ده جزاء الالتفات للجماهير والكلام ده كله. ولازم يكون هناك تحري دقه كامل في الحالات اللي زي دي، لان انت بتاذي نادي وبتاذي مدير فني كبير. انت الموضوع غياب المدير الفني عن مباريات في ظل هذا التلاحم الشديد في المباريات وصعوبه المباريات عمليه كبيره وعمليه تاذي نادي كامل، يعني عمليه مش سهله. يعني لو في عقوبه كانت تستاهل احتكاك بحكم، تلفظ بالفاظ، اشتباك مع الجماهير، الكلام ده كله انا معاك، انما ما فيش حاجه زي كده تمت. انت في مباريات من غير جماهير واللي موجودين كلهم بيبقوا مجالس ادارات واعلاميين، لما يبقى السبب بهذا الشكل الجماعي بغض النظر اذا كان هو وقع عليهم عقوبه ولا ما وقعش، ده سبب بتنمر. ولما الراجل يبص لهم ويعمل لهم بصبعه كده ويقول لهم انا عارفكم بالاسم. هو عدد الجماهير اللي كانت موجوده قد ايه يا كابتن عبد الناصر؟ تقريبا كتير غير في مباراه المفروض ان هي ما فيها بدون جمهور، من غير جماهير. من غير جماهير زي مباراه الاهلي والزمالك برضو في الاخر يقول لك شيكابالا. يعني انا بغض النظر انا مش عايز اخش في موضوع اهلي وزمالك، بس اللي انا عايز اقوله اتحادات تانية في اتحادات اخرى المباريات اتلغت لدخول جماهير، وجماهير للاسف كانوا لعيبه كوره ونجوم كبار. يعني النهارده انت بتتكلم في ماتشات الكوره والكابتن شادي قاعد قدامك ومعاك اهو، وعارف كتير جدا ان اعداد الجماهير اللي بتدخل اللي داخل عن طريق الامن واللي داخل اصدقاء يعني الامن. يعني كابتن عبد الناصر انتوا لما بتشوفوا الجماهير ديت ما بتعترضوش ليه قبل بدء المباراه؟ بنعترض. والمراقب بيقول لحضرتك ايه؟ حاضر. حاضر هنشوف. وبعد حاضر وبس تلاقي شويه حركه كده حصلت وبعد كده يعود الامر كما كان عليه. هتبص في ماتشك ولا هتسحب فرقتك؟ يا كابتن الموضوع منظومة كاملة تشتغلها صح من البداية من على الأبواب. المباراة أنت تملك حقوقها أو الماتش بتاعك، يبقى أنت تمنع الجماهير وقبل كده وأنت عارف كويس إن الأندية يوم المباراة كمان ما بيبقاش سيطرة كاملة. اللي بيقول له سيطرة كاملة هو اتحاد الكرة والمنظمين والأمن، إنما أنت بتدخل على المدرج، الفرقتين بيبقوا داخلين في غرف الملابس قبل ما يجوا يسخنوا، تلاقي المدرجات لطيفه وحلوه، وايد فجاه تلاقي كله قاعد يشجع وكله بيتكلم وتشجيع جماعي في اصلا فما فيش جمهور، وتيجي تتكلم يقول لك اصل ده داخل اعلامي، اصل ده داخل صحفي، اصل ده داخل ما اعرفش ايه، الكلام ده كله انا شايف ان الموضوع لازم يكون له اليه جيده من البدايه. تيجي ازاي بقى يقعد الناس على ترابيزه واحده وتتكلم؟ انما مش هنقعد طول ما انت قاعد في الماتش كمسؤول او كمدير كوره هتطلع تقول للحكم انا مش هلعب انا هسحب الفرقه، خلاص يبقى انت بتبوظ بقى في الاداء نفسه. يعني طيب تم تمديد التعاقد مع الكابتن حلمي طولان لمده موسمين؟ تم تجديد التعاقد الحمد لله النهارده.
لمدة موسمين اعتبارا زودت له الراتب ولا لا؟ موسم 21 23 21 22 زودت له الراتب ولا لا يا كابتن عمرو؟ انت داخل فيا على طول كده مالك انت ومال لا ازاي بقى مش لازم نعرف الراجل يعني ياخد مرتبه؟ انا عارف انتوا عندكم دايما انتظام في الرواتب يعني.